أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. ضجت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة التركية بالحديث عن الممثلة بنسو سورال بعد نشر هذا الفيديو الجديد لها، وتكلموا عن تغيير ملامح وجهها بسبب التجميل. ونشروا لها عدد من الصور القديمة والتي من الواضح إن هناك تغيير في ملامحها، ومن أول الأشياء التي تم ملاحظتها هو شفاهها، والتي من الواضح إنها قامت بحقنها بالفيلر، وظاهر أمامكم القبل والبعد. وأيضا قامت بعمل تحديد الفك والذقن أو ما يسمى بتكساس، وكما هو واضح أمامكم. وأيضا بوتوكس الجبهة ومنطقة الحواجب ورفعها للأعلى، وحقن بسيط في منطقة الوجنتين. واختلف الجمهور برأيهم، منهم من يقول إنها لم تجري أي عمليات تجميلية، ومنهم من قالوا إن التجميل أصبح شيء عادي والكل يفعله حتى الناس غير المشهورة. ما رأيكم بالتجميل؟ وهل أنتم مع أم ضد تغيير الملامح بالتجميل؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.